السلام عليكم. ازيك يا ست الكل؟ وعليكم السلام يا حبيبي. ها عملت ايه؟ رجعت العربيه من عند درغام؟ رجعتها الحمد لله من وشه العكر. وبعدين ايه ده، انا علمته الادب يا امي وخليته يجري قدامك دوان زي الفيران، ربنا ياخده. المهم بقى امسكي يا ست الكل، شوفي واتمعنني. الاعلى نزل الحمد لله، ربنا بقى يعطرنا في اخوك شوقي. هيحصل يا امي ان شاء الله، انا متاكد. ركك بس يوم ولا اتنين وهتلاقي اخويا شوقي هنا هو عندك. نسمع من بقك ربنا ويرجع الغايب يا رب. ايه ده، ايه الحاجات دي يا امي؟ السبت ده في فطير مشلتت وسمنه بلدي بعتهم ام بهلول عشان القضيه اللي كسفتها لها، وبتقول لك دول باقي الاتعاب. واحد اتنين تلاتة، فعلا الفطير مظبوط بس ناقص كوز السمنه. ما انا خدت صياحه عشان اطبخ بيها ضنايه. خليلي بقى المورت على جنب يا امي. عينيا يا حبيبي، عارفه انك بتحبها. وايه بقى التلفزيون ده والكشاف ده كمان؟ دول بقيت اتعاب الشربيني بتاع معرض الادوات الكهربائيه. فعلا يا امي، التلفزيون ميد ان شاينا، يعني ياباني زي ما احنا متفقين. ودي بقيت اتعاب مين؟ اتعاب ايه يا فاطين؟ دي صابرين بنت توكل جايه لك في قضيه، والنبي تسمع لها، دي غلبانه. وانا بقى هروح اشوف الاكل. عينيا يا ام عينيا. ها بس ما تلهطيش بقى المرته لوحدك. ها لا، عينيا عينيا يا حبيبي. يلا مع السلامه. شغل بقى شغل، نشتغل يعني، احنا هزرنا كتير، نشتغل بقى شويه. اتفضلي، قصدي اتفضلي حضرتك هنا هون وانا هقعد هنا. ما تدخليش علينا زباين يا امي. ايه الموضوع بقى؟ صاحب البيت ربنا ينتقم منه علشان ما رضيتش اسيب الشقه اللي مأجرينها بعد ابويا ما مات. صلت عليا واحد نصاب، رفع عليا قضيه بوصلات امانه مضروبه. والله العظيم ما مضيت على حاجه، جاني محضر وقال لي ان بكره الجلسه. والراجل اللي انا اسف، والراجل اللي حضرتك مضيتي له على ايصالات الامانه ده تعرفيه؟ ولا عمري شفت يا استاذ فاتشين والله. يعني حضرتك يا اما تسيبي شقتك يا اما تتسجني بايصالات الامانه المضروبه والجلسه بكره. معلش بقى يا ست صابرين، احنا مضطرين والمضطر يركب الصعب وربنا يسامحنا. حضرتك تجيني بكره ان شاء الله المحكمه من غير النقاب. اخلع النقاب؟ ربنا اعلم ان احنا مضطرين، يا اما هتتسجني. ها ايه قولك؟ اخلع النقاب؟ اخلع النقاب ازاي؟ طب افرض خلعت النقاب، انت هتعمل ايه؟ يا ست صابرين اعمل بقى اللي انا اعمله بقى، ده شغلي، مفيش حل تاني غير كده. قال المهم تخلع النقاب. وطبعا تخلع النقاب بكره قدام سياده القاضي والناس كلها علشان القضيه طبعا. مساء الخير يا استاذ فاطين. مساء النور يا حضره المقدم بتاع الشرطه نضال باشا صديقي. حضرتك نضال باشا، انا كنت لسه هاجي لك علشان ارجع لك الشنطه بتاعتك وعصريه الزرع علشان تعرف وتفهم ان فاطين كلمته واحده. طيب ممكن اقعد اتكلم معاك شويه؟ والله لو بشكل رسمي هسال حضرتك اقول لك فين اذن النيابه، انما بقى لو بشكل ودي هقول لك ماشي. طب يا سيدي بشكل ودي ممكن. استناني بره شويه علشان عندي شغل. بص يا استاذ فاطين، بصينا. لا ركز معايا لو سمحت. اللي انا شفته من اول ما جيت جزيره الورد هنا، وده اسمه مهزله، وانا طبعا مش جاي عشان اشارك في المهزله دي. امال ليه بقى جاي؟ ها يعني جاي هتعمل لنا ايه بقى ان شاء الله يا حضره المقدم في الجزيره؟ عشان بس ما يبقاش كلامنا كده على القهوه كده في الحلبه المهلبيه. مهلبيه ايه وحلبه ايه؟ انا دوري هنا ضابط عارف. دوري هنا في الجزيره منع الجريمه وحمايه الناس وتامينها. انا من الصبح بلف عشان اعرف معلومه واحده، ما حدش بيتكلم بصراحه. ما لقيتش قدامي غيرك، وانت كده انت كده هتساعدني يا استاذ فاطين. طبعا ده انا هساعدك مساعده. وانت يا سيكا الكلب، المره دي القانون هيتنفس. وبتعمل ايه يا استاذ فاطين؟ بتعمل ايه؟ يا معلم ده العوكة، تعال نشوف لك زبرة بقى المرة دي. لا بقول لك ايه، انا ما بتهددش، انت بتهددني بالمعلم زلموكة بتاعك ده. وانت يا ولد انت وهو، انتوا في حالة تلبس، كله يرفع ايده. انت تاني يا صفاطين، الظاهر ان ليلتك دي مش هتعدي. ده انت اللي ليلتك سودة ومش هتعدي، ومقندلة فوق دماغك القرعة دي يعني يا عم زلعوكة. بقول لك ايه، خلي بالك انت دلوقتي عندك قضية، كلمة تانية هيبقوا قضيتين، قلت ادبك او شتمت هيبقوا تلات قضايا بشنبك ده كده. طب تعالى بقى خليهم اربع. اوعى تجي بس علينا، اتفقنا؟ لا تطلع بيك كمان يا اسطى. ده لوس اندار، قصدي المقدم نضال رئيس المباحث الجديدة هنا.
ولا نسيك تحت امرك يا باشا. حرس الشاي اشتغل وارميه على البوكس تحت امرك. وانت كلكم من ارجو المكان كله محاصر. انا غلطان يا باشا، ما تاخذنيش، اللي ما يعرفك يجهلك. انا من هنا ورايح يا باشا هحترم القانون. جر نعم قوي يا زلعوكه. جر نعم ايه، هتضحك على الباشا يعني؟ دلوقتي عرفت القانون؟ ما انا ياما ريقي نشف معاكم علشان افهمكم ولا من مجيب، ولا يعني علشان لما بقى معايا القوه يا جبان ياللي تخاف ما تختشيش ياللي عمره. خلاص بقى يا استاذ فطيم يا سرعه الزوز. تمام بساعتك يا باشا. تاخد المعلم زلعوكه وتعمل محضر بالواقع وتمضيه على اقرار بالعلم بعدم مخالفه القانون مره تانية. تمام ساعتك يا باشا. بس ادم مؤاخذه يعني بعد اذن البهوات، كان في طلب كده، كنت مش حضرتك كنت عايز طلب من ساعتك يعني. انا امبارح كان اخر يوم ليها في العمل وكنت عاوز حضرتك تمضي لي على اخلاء طرف. مش وقت يا سرعه الزوز، والولاد دول تبعت تجيب اولياء امورهم عشان يستلموهم. تمام يا باشا. وبرضه يكتبوا اقرار يا سرعه الزوز، البلد فيها قانون يا شويه صيع. العيل من دول لسه ما طلعش من البيضه وشرب ولسه مخدر قال ايه وبيشرب شيشه، ماله العناب ولا شابه حليب يا استاذ فطيم؟ ماشي حضره الضابط ماشي، بس تلاتة بالله العظيم اشوف كلب فيكم معدي قدام اي قهوه هسجن، مفهوم استاذ فطيم؟ خلاص بقى في ايه، سرعه الزوز نفذ اللي قلت لك عليه. تمام ساعتك يا باشا، يلا اتفضلوا قدامي. بالنسبه لي انا يا باشا هاخد الشيش دي بس عشان دي واحده اسلمها في القهوه تاني. ودي واحده في مكتبي. مفيش شيش هتتاخد، الشيش دي هنوديها المعمل الجنائي علشان نضاهي البصمات. امشي اطلع بره. تحت امرك يا فطيم بيه. يا استاذ فطيم في ايه؟ انا موجود بقى خلاص. ما انا عارف ان حضرتك موجود، امال ليه انا واخد راحتي كده؟ ما علشان حضرتك في ظهري، بالك لو كنت لوحدي كانوا عضعضوني بسناناتهم. بس شفت بقى حضرتك يعني لما القانون يبقى جنبه قوه تحميه، وايه ده احنا لسه بس بنقول يا هادي لسه في اوله، يعني هتدخل الاسم بعد كده هتلاقي ايه بيشغي مغرمين، مش هتعرف تقعد على الكرسي. طب اقعد بقى كده بالراحه ويهدى واحكي لي كل اللي تعرفه عن درغام ورجالته. ايوه كده هو ده الشغل، علشان ارجع حقي من الجحش واربيه هو واللي يتشدد له كمان. اسمع بقى يا سيدي، يا نهار ابوك اسود، هي حصلت لا يا ابن الدايحة. اسكتي يا دنيا، انا بس كنت بدور على الحمام. وحياة امك ورحمة امي ما انا سايباك. يا لهوي العود يا ناس يا لهوي. علي صوتك اكتر يا دنيا، علي صوتك بس هشوهلك وشك. شايفة دي ازازة مية نار بتلسوع، ماشي هتخليكي ما تنفعيش تاني. حرام عليك، انت عايز مني ايه؟ روحي يا شيخ ربنا يبتلك بمصيبة، تاخد اجلك تصحى تلاقي نفسك كده اهوت. هات الشنطة دي يا بنتي. اوعى مش هتاخد حقك. اوه عضادة يا بنت الكلب. ايه ده؟ مفيش غير 20 جنيه؟ امال انت بتودي الفلوس فين؟ انت بتشربي حاجة من وراها يا بنت؟ السلسلة دي تلزمني، ده اللي انا عايزه منك. استنى استنى يا حبي، سيبيني انا ما حدش غيرها، بصيتك سيبيني. بص انا بكره هتصرف لك بالفلوس بس سيبيني. لا 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 ما تتعبيش نفسك خالص، انا لما احتاج حاجه هبقى اجي اخدها. سلام يا دنيا. عزيزي الله ونعم الوكيل فيك، من اجل الله يا بعيد، من اجل الله. عنتر ورشدي جم ازاي؟ معرفش يا سعادة الباشا، أنا نفسي اتفاجئت بوجودهم، محدش عزمهم ولا دعاهم. طب خليهم يستنوني جوه. أمر سعادتك. ممكن المايك؟ شكرا. مساء الخير عليكم كلكم، وشكرا لتلبية الدعوة.
Thank you very much. الحقيقة كل الموجودين هنا مش بس بيزنس، لا، في صلة نسب بيننا. احنا كلنا عائلة واحدة، يعني مصلحة واحدة، يعني لازم نبقى ايد واحدة. والحقيقة انا فرحان قوي النهاردة لاني حصلت من الدولة على 100,000 فدان عنيل. كده هقدر اعمل اللي كنت احلم فيه، المنتجع السياحي، اكبر واضخم منتجع سياحي في الشرق الاوسط. وبالمناسبة كل اسرة من الموجودين ليهم فيلا هدية. Thank you. بحبكم كلكم. حاسبكم دلوقتي تستمتعوا بالمزيكا، تسمحوا لي بقى استمتع بالرقصة دي مع احلى بنوتة في الدنيا، بنتي شيري. اوكي يا باشا، صباح وصفوة باشا، هنعمل ايه؟ مش عارفين نوصل. طول عمرك بتكلم حمدي وحمدي بيكلمني وانا بحدد الميعاد والمكان. كلمنا حمدي وقال انك مش فاضي. يبقى انا مش فاضي. جريها صفوت، امال لو كنا اغراب عن بعض. انت نسيت ان احنا التلاتة جبناها من على وش الارض ولا نسيت؟ انا ما نسيتش يا عبدك، بس يمكن انت اللي نسيت ان الدنيا دي اتغيرت. كل واحد فينا بقى له طريق. انا وضعي وعلاقاتي اليومين دول غير زمان. واحنا بقى اللي هنقلل من وضعك يا صفوت؟ انتوا هتقللوا من وضعي. ما تنساش يا عنتر انا وقفت معاك قد ايه، بصفقات المخدرات بتاعتك، بالبلاوي المتلتله اللي شلتها معاك. كل ده كان عشان العشره. ما تفكروا يا رشدي. ما فكروا يا باشا. ونسبتك كنت بتاخدها اول باول، وعمري ما نطقت ولا قلت بم. 100 مرة اقول لك نحط فلوسنا جوا فلوسك، نغسلها ونشرفك ونشتغل مع الكبار اللي انت شغال معاهم، بس انت اللي كنت بترفض. احنا اتناقشنا في الكلام ده 100 مرة وقلت لك ما ينفعش. عندك شيء جديد تقول، ما عندكش يبقى نورتوني. صباح يا صفوت باشا، ده احنا اخوات وعشرة عمر يا جماعة من اكتر من 20 سنة، مش هينفع كده. طلباتكم؟ هو ده الكلام. صباح يا عنتر، قول الباشا بقى على طلباتك وخلصنا. انا داخل شحنة لبن اطفال هتوصل خلال الشهر ده. بالقلب دي ملغمة قد ايه؟ 5 كيلو ابيض بيور خام درجة اولى، لما يتخلطوا الكيلو يرمى 4. يرمي 5 يا عنتر. ما انت فاكر اهو، وانت برضو داخل بقلب جامد، حاطط فيها كل فلوسي، وعشان كده انا محتاجك في طلبين. الاولاني 5 مليون سيوله لحد الشحنه ما توصل. والتاني حبايبك اللي في المينا يخرجوا البضاعه. بالنسبه للطلب الاولاني ما ينفعش، اصل كل السيوله اللي معايا داخل بيها في المشروع الجديد. اما الطلب الثاني فانت هتبلغ رشدي بميعاد الشحنه.
ورشدي يبلغ حمدي وحمدي يبلغني وانا بلغك المصاريف كام. هعمل كده على فكرة عشان العشرة القديمة، بس دي اخر حاجة هعملها لك. يبقى افكروا يا رشدي ان دي اخر حاجة، اصلي عنتر بيه بينسى جامد. هفكروا يا رشدي. سعفان تقول له انا عايز ازازه لعم التوبج عم الشياطين كلها، لو اداك ازازه مضروبه هكسرها فوق نفوخك. حاضر يا معلم. اسمع يا عض. إيه؟ وانت جاي تعدي على عيال المساقيط تلمهم وتيجي غرفه داهيه. حاضر. كويس اني لقيتك يا معلم. يا بندر مفيش اخبار عن ميشو؟ لا مفيش اخبار. قوم بس يلا بينا من هنا دلوقتي. قوم بس قوم بسرعه ونهريك في السكه. اه ده قوم اروح فين؟ انا مش هارب من هنا لما اعرف اروح فين. كنت لسه على قهوه خفاش وعرفت ان الكابو جاي على هنا وناوي على الشر. كابو؟ اه هو مش مات وغار في 60 دقيقه؟ عايزني اموت لوحدي يا توبجي؟ حتى هيبقى عيب عليك. امال مين يا اخي اللي هيونسني في جهنم؟ مش انت برضو؟ عايز ايه يا كابو؟ يا حصل ترفع السلاح في وش عمك التوبجي عم الشياطين كلها. كان زمان الكلام ده يا توبجي. زمان ودلوقتي وفي اي مكان وفي اي حته. اسمع يا كابو انا مش خايف منك. بقول لك ايه، مش الحقه مش هنا والمعلم التوبجي مالوش فيه. معلم عليك انت يا قط. ومش الحقه بتاعك ده انا هصلخ له وشه. بس ليه رؤى؟ انا جاي بس اوصل له مسج واقول له ان اللي يقرب من الكابو يبقى فاتح ابواب جهنم مع الكل. اسمع اسمع انا مش خايف منك وسيد روس هذاك اهو. بسلم لي بقى على حبايبنا في جهنم يا توبجي. اللي وقفت قصاد الكف يا بندق. اللي حصل اللي حصل يا توبجي، ميشو كان دايما يقول لي ما تخافش من الموت، لو جالك مش هتحس بيه. اديني شايفه بيقرب. متتكلمش يا بند، متتكلمش. كان لازم يموت هو انا مش انت. اسعاف يا اولاد الكلب. ملوش لزوم يا توبجي. يبقى سلم لي على ميشو وقول له بندق خلاص ما بقاش يخاف من الموت. بندق رد على امك التوبجي، رد على ابوك يا انا. تعذيب اثناء التحيات؟ لا. تتعاطى اي نوع من المخدرات يلا؟ لا. عرفت تشتغل حاجه غير السرقه والبلطجه؟ انا مش بلطجي يا باشا. وسرقه مستودع الانابيب؟ ما اعرفش عنها حاجه. التوبجي ده يبقى ابوك؟ التوبجي يبقى ابوك؟ لا يا باشا، هو مديني اسمه بس. لما جيت اطلع بطاقه لقوني سقط قيد ومالي شهاده. ابن شوارع بقى؟ لا انا ابن حلال، بس ربنا يكفيك بقى شر الدنيا يا باشا. يفرج عنه من مقر مديريه الامن.
ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. اسمع بقى يا جدو الأغنية اللي هغنيها في المدرسة. سمعيني يا حبيبة جدو وروح قلبي جدو. كان في فراشة زغنطاطة 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 مفرفشة ومزقطاطة مزقطاطة مزقطاطة لابسة بلوزة منقطة 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 على غوريلا مخططة 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 منقطة ومخططة منقطة ومخططة. يا جدو يا جدو. نعم يا حبيبتي. نعم ايه يا جدو، انت ما سمعتنيش وانا بغني. معاكي حق، انا ما سمعتكيش في الاخر. كنت سرحان. وسرحت في ايه بقى وانا معاك؟ هقولك بس ما تزعليش مني. بص قول وانا هشوف اذا كنت هبقى زعلانة ولا مش هبقى زعلانة. لا ان شاء الله مش هتبقي زعلانة ان شاء الله. شوف يا ستي، انا سرحت في الوافي. ايه الوافي ده؟ ده ميشو. مين ميشو؟ اللي كان هنا في المحل لما كنت جيتي وسلمت عليه بالليل وانت راجعة من درس تحفيظ القرآن. عرفته، بس ده كشري قوي. لا يا حبيبتي، ده راجل طيب وابن حلال، اصله بقال يومين ما عداش عليا. طب ما يمكن يكون سافر ومش هيرجع تاني. لا 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 لا، حتى لو سافر الوفي اصيل وما بينساش حبايبه ابدا، ويطير يطير ويرجع يحط هنا تاني. هو بيطير؟ حياته كلها في السماء. هو في بني ادم بيطير يا جدو؟ امال ايه؟ تحبي تجربي؟ ايوه يا ريت يا جدو يا ريت. طب غمضي عينيك اهو. يلا بقى يا جدو. طيب تخيلي انك فوق في السماء الزرقاء الصافيه الجميله، وانك بتطيري فيها من غير جناحات. هير شايفة ايه بقى؟ شايفة شوية عصافير عمالين يلفوا حواليا وكمان ملونين. وايه كمان؟ وكمان شايفة القمر وبيضحك اهو، وكمان النجوم عمالة تلف حواليه، والسحاب اهو عمال يرش عليهم مية وهم مبسوطين قوي. الله الله، ايه رايك بقى؟ جميل قوي يا جدو، بس مش نظر اني كنت اشوف بابي ومامي علشان اقول لهم اني شاطره وبسمع الكلام. مش هم في السماء يا جدو؟ ايوه يا حبيبتي ايوه. طب انا كنت عايزه اسمعهم الاغنيه. هم سامعينك دلوقتي، غني يلا. بجد يا جدو؟ ايوه يا حبيبتي، يلا بقى غني، سمعيهم قبل ما يمشوا. حاضر. كان في فراشة زغنطاطة زغنطاطة مفرفشة ومزقطاطة مزقطاطة لابسة بلوزة منقطة منقطة على غوريلا مخططة. يا فاطين يا فاطين، استنى بقى، انت موديني فين؟ فاطين فاطين حاف كده؟ هو فاطين ده ايه، بيلعب معاك الاولى في الشارع ولا ايه؟ انا هنا الاستاذ فاطين المحامي، احنا في المحكمه هنا. ماشي يا استاذ فاطين، ممكن تفهمني بقى انت ملبسني كده ليه؟ هو انت يا قطر مش كنت هتموتي وتشوف خطيبك وجوز المستقبل بتاعك ان شاء الله وهو بيترفع وبيزنزل في المحكمه؟ ها، وعشان خاطري يا فاطين والنبي يا فاطين يا حبيبي والكلام الفارغ ده؟ ايوه، بس برضو انت ملبسني كده ليه يا حبيبي؟ برضو تاني هتقول لي يا حبيبي؟ ده انا محضر لك مفاجاه. عايز تسأل المدعي الأستاذ دياصلي أو تستفسر عن حاجة يا أستاذ فاطين؟ أستفسر؟ ده أنا هستفسر واستفسر واستفسر، وأنا جاي هنا حضرتك غير علشان الأستاذ دياصلي. اتفضل استفسر واستفسر واستفسر. الأستاذ دياصلي، أولاً حضرتك يعني شايفني كويس؟ طبعاً شايفك كويس. حلو أوي. طب انا بقى ذكر ولا انثى؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده يا استاذ؟ خليك في صلب القضيه يا استاذ فاطين. ما هو ده صلب القضيه يا فندم. خلاص جاوبه يا استاذ، خلينا نخلص. حضرتك ذكر. حلو قوي. وحضرتك انت بتقول ايه؟ خليك في صلب القضيه يا استاذ. والله العظيم في صلب القضيه. خلاص يا استاذ معلش جاوبه. انا ذكر ومظبوط في البطاقه. طب الحمد لله.
اثبت عندك يا فندم ان المدعي الاستاذ دياستي عاقل وراشد ويستطيع التمييز وكمان نظره سليم. وستة على ستة كمان. ربنا يزيدك. عايز توصل ليه يا استاذ فطيم؟ ومن غير رغي وبسرعه لو سمحت. يا فندم اللي انا عايز اقوله ان مفيش حد بيدي حد تاني فلوس ويمضي على ايصالات امانه غير لما يكون شافه وعارفه كويس. مظبوط؟ قصدك ايه؟ انا بقى حضرتك بطالب الاستاذ دياستي اللي قاعد معانا دلوقتي انه يطلع المدعي عليها صابرين اللي مضت له على ايصالات الامانه من بين الحضور. طلعها يا استاذ دياستي. حاضر يا سياده القاضي. هي دي يا سياده القاضي. لو سمحتي ارفع النقاب. هي دي يا استاذ دياستي؟ متاكد؟ الا متاكد. ايوه متاكد. ده انا نظري 6 على 6. اثبت عندك يا فندم. الانسه دي تبقى قطر الندى عزوز خطيبتي. وادي البطاقه يا فندم بتاعتها. اما بقى المدعي عليها السيده صابرين فهي اللي قاعده ورا قطر الندى. وادي يا فندم البطاقه بتاعتها كمان. يا حي يا العد يا حي يا العد. شكرا يا ابو سمر. بس كده انت وهو كده يا فطين؟ دي اخرتها بتستغلني؟ اتفضل انا جيت معاك. سكوت في القاعه. الله سكوت يا انسه. ايه رايك يا استاذ دياستي؟ خلاص يا سياده القاضي انا متنازل عن القضيه. رد عليا يا فطين. انا ايه بالنسبه لك؟ دميه بتلعب ابيض؟ طب انا عايز البطاقه بتاعتي. بس بقول سكوت يا انسه. الله بس سكتها يا استاذ فطين. هي مش خطيبتك؟ لا. ايه؟ قصدي اسكتي بقى يا قطر اسكتي. هنكسب القضيه وهنبقى في البسبوسه. حكمت المحكمه برفض الدعوه والزام المدعي بالمصاريف واتعاب المحاماه واعاده التحقيقات من جديد في النيابه العامه لوجود شبهه في تلفيق التهمه للمدعي عليها. طبعا انا البطاقه بتاعتي. مع حبس الانسه قطر عزوز السيد 24 ساعه. رفعت الجلسه. يا لهوي. يا العدل.